السلام عليكم. اليوم نروح للمشروع نتاع ملعب تويرا، حيث أنه يتم حاليا تطوير شبكة كبيرة للطرق السريعة حول إذن المشروع نتاع الملعب، ولتوصيل الملعب هذا بالمجمعات السكنية المحيطة به مثل باب حسن ودويرة وخريسية وبرتوتة وكل هذه المجمعات اللي الآن أصبحت مدن كبيرة، حتى المدينة تاع سيدي عبد الله مش بعيدة كتير. إذن فيه تطوير الشبكة نتاع الطرق السريعة، وإحنا أملنا أن تكون فيه كذلك تطوير نتاع شبكة نتاع المسالك للمشاة حول الملعب. أنا منش نطالب باش يكون تروطوار رصيف عريض ما بين ملعب دويرة ومنطقة باب الواد، لا، أنا نطالب بتوفير هذه المسالك أو الأرصفة تكون موجودة حول الملعب على الأقل، يعني ما بين يعني مثلا ما بين باب أحسن والملعب ما كاش زوج كيلومترات ولا ما أقل كيلومتر واحد. هذاك الكيلومتر ممكن يكون فيه رصيف عريض يسهل الحركة، وأنا أنا متأكد أن ولاد باب أحسن ولا ولاد دويرة يروحوا لسطاد أبي، ما يروحوش بالسيارة. على أي حال نخليكم تابعوا هذا التقرير من الإذاعة الوطنية والتلفزيون حول هذا الموضوع، موضوع الشبكة نتاع الطرقات السريعة حول المركب علي عمار بدويرة. نترككم تتابعون والسلام عليكم. مار المدعو علي لابوينت بدويرة العاصمة، مشروع هام تطلب بالموازاة مع إنجازه إطلاق مشاريع عدة، أهمها إنجاز طرق ومسالك جديدة لإضفاء السيولة على دخول وخروج الأنصار إلى الملعب، وتسهيل حركة المرور على مستوى بلدية الدويرة والبلديات المجاورة لها. المشروع يتكون من ثلاثة فروع. القسم الأول شون فوا كي لا فوا بيريفيريك كي سيرن تو لو ستاد الي دو دو فوا دو فوا بلس اون فوا دو سيرفيتود اينيكمون بور لو ستاد. توفر زوج مداخل وزوج مخارج الى الطريق الوطني مباشرة دون الدخول الى البلديات المجاورة للستاد من الجهة الشرقية. تم تزويد هذا الطريق بمحول يحتوي على 5 محاور من اجل pour assurer la fluidité entre stade et la deuxième rocade. هذه الطريق يعني ايفيتمون يعني لوطوروت بريميرمون، ثانيا ما شاء الله مخدومه عريضه يعني والحاجه اللي جديده كاع مليحه للبلاد ولينا. انا نسكن في باب احسن وهذه تما تخرج من دويرة، والله غير ما شاء الله تنقص علينا بزاف هذه. هذه الطريق جديده الحمد لله، سهلت على الناس بزاف. هنايا في باب احسن كانت عندهم دخله واحده وان كانت وعلى مساحه 12 هكتار انطلقت الاشغال لانجاز موقف سيارات بمعايير دوليه يتسع ل4000 مركبه تسهر على سير الاشغال به كفاءات جزائريه. البروجي هذا بدا عنده شهرين بدايه الاشغال كما راكم تشوفوا، جا في بلاصه وين كاين تيراس، تيران فالوني سي فيها سي دي بارتي تيراس مو كبار، كاين جهه تاع واش مو لي رومبلي وكاين لي ديبلي، ودوكا رانا في لافاز تاع لا كوست فورم. المهمة تاعنا هنا مراقبة يعني لا كاليتي النوعية تاع لي ماتيريو اللي يتحطوا اللي نداروا في لو باركينغ هذا من رومبلي يعني واسمو لوزير لو جي ان تي 040. حنا نراقبوا هذه النوعية هذيا باش نقولوا اسكو نحطوا نستعملوها في الانجاز هذا ولا ما نستعملوهاش. التكامل الفعال بين المشاريع استراتيجية تبنتها الدولة وترجمت على أرض الواقع بمشاريع تحدث التوازن وتمنح للمشروع الرئيسي قيمة مضافة تمكنه من أداء أدواره الرئيسية.